كي جي وان. النهاردة هناخد قصة جميلة خالص اسمها قصة عمار وأصحابه. عمار وأصحابه كي جي وان. عمار ولد نشيط. عمار ولد نشيط يحب الرياضة. يحب الرياضة. يختار ويفعل ما يحب ويراه مناسبا له كما علمته والدته. يعني ايه يا ميس؟ يعني عمار ده ولد نشيط وجميل بيحب الرياضة، دايما بيختار وبيعمل الحاجات اللي مامته قالته ان هي مناسبة ليه، بيعملها وبيلعب الرياضة. ارتدى عمار ملابسه الرياضية، يعني عمار لبس اللبس بتاع الرياضة وخرج ليلعب مع أصحابه. خرج يلعب مع مين؟ مع أصحابه. فهو يحب لعبة كرة القدم كثيرا. هو بيحب لعبة كرة القدم ايه؟ كتير. التقى عمار أصحابه ندى، أمنية، ومازن. يبقى عمار لبس الملابس بتاعة الرياضة وخرج عشان يلعب مع أصحابه عشان هو بيحب لعبة كرة القدم جدا. ولما خرج عمار التقى بأصحابه مين؟ اسمهم ايه؟ ندى وأمنية ومازن. قال عمار هيا نلعب كرة القدم يا مازن. فقالت ندى كل يوم كرة قدم، كل يوم كرة قدم، ألا تفكرون في لعبة أخرى نلعبها معا؟ ندى قالت لهم هو كل يوم نلعب كرة قدم، مش بتفكروا ليه في لعبة تانية ونلعبها كلنا مع بعض؟ فقالت أمنية يمكننا أن نلعب بنك الحظ، ممكن نلعب لعبة اسمها إيه؟ بنك الحظ. وقالت ندى يمكننا أن نلعب لعبة الأستغماية. يعني دي أمنية قالت ممكن نلعب بنك الحظ، وندى قالت ممكن نلعب إيه؟ استغماية. فقال مازن وماذا عن سباق الجري؟ طب والسباق بتاع الجري؟ فنظر الجميع إلى بعضهم ولم يتحرك منهم أحد، فكل منهم يريد أن يلعب لعبته لكنهم يريدون أيضا اللعب معا. يعني كلهم فضلوا يبصوا كده لبعض ومحدش بيتحرك. ليه بقى؟ عشان كل واحد عايز يلعب اللعبة بتاعته، لكن في النهاية هم برضو عايزين يلعبوا مع بعض. احتار عمار وأصحابه كثيرا، كانوا محتارين جدا وأخذوا يفكرون في لعبة يلعبونها معا. احتاروا كتير وكانوا بيفكروا في لعبة يلعبوها هم كلهم مع بعض. لا إلا يحزن أحدهم إن الآخرين لم يختاروا لعبته، عشان محدش يزعل إن أصحابه التانيين مختاروش اللعبة بتاعته. واو، فصاح عمار وقال إيه؟ لدي فكرة، نكتب الألعاب على ورق ثم نسحب الورق، الورقة الأولى للعبة. يبقى عمار قال نكتب الألعاب على ورق ثم نسحب الورق، الورقة الأولى للعبة الأولى، والورقة الثانية، والورقة الثانية للعبة الثانية، وهكذا. فما رأيكم؟ سألهم بقى، قال لهم رأيكم إيه؟ نعمل الورق ونخلي الورقة الأولى للعبة الأولى والورقة الثانية للعبة الثانية. فأعجب مازن وندى وأمنية بالفكرة، فهي ترضيهم جميعا، عجبتهم جدا الفكرة عشان كده هترضيهم كلهم. سحب الأولاد وكان الترتيب أن يلعبوا الأستغماية ثم السلم والتعبان ثم كرة القدم ثم سباق الجري. يعني الأولاد سحبوا الورق ده وكان الترتيب إن الورقة الأولى استغماية والتانية السلم والتعبان والتالتة سباق الجري. مر النهار سريعا والأولاد يلعبون معا وقد استمتعوا، فهم يحافظون على مشاعر بعضهم. يعني يا كيجوان خلص اليوم وهم اتبسطوا خالص عشان هم كانوا بيراعوا بعض، بيحافظوا على مشاعر بعض، ما كانش في حد أناني قال أنا لازم ألعب اللعبة دي ومش هلعب لعبة تانية. لا يا كيجوان هم أخدوا رأي بعض وكلهم لعبوا مع بعض. حلوة القصة؟ هنبدأ نحل التدريبات يا كيجوان في كتاب تواصل صفحة 96. القصة المشتركة عمار وأصحابه. كيجوان بيقول لي هنا إيه السؤال؟ ساعد عمار في الوصول للهدف وإقرأ الكلمات. شايفين عمار هو واقف هنا وماسك الكورة، هو عايزني أوصل عمار بالكورة لغاية ما يجيب جون هناك في الشبكة دي. اتفقنا؟ بس تعالوا الأول يا كيجوان نقرأ الكلمات اللي موجودة في السيركلز دي.
أول كلمة فوق كلمة إيه؟ يلا اقرأ معايا. قاف فتحة. ق قال قال قال. شوف التانية. ل ل ل. اللي بعدها. ق ق قالت قالت. شوف السيركل اللي بعدها ده حرف ايه كجوان؟ حرف الواو، بس لما هنطقها هقول ايه؟ وا وا وا. و امي امي. بعدها في في في. اللي بعدها يا يا يا. انا انا انا. هنمسك البنسل بتاعنا يا كيجوان ونمشي من اول الكرة كده، يلا ونطلع لغاية ما نوصل لحد الشبكة. اتفقنا كده؟ عماري يبقى عمل ايه؟ جاب جون يا كيجوان. يلا الصفحة التانية. يلا يا كيجوان نحل اول سؤال. صل كل شخص يلعب اللعبة التي يحبها، يعني هشوف كل شخص هوصله باللعبة اللي بيحبها يا كيجوان. عندي أول صورة، صورة مين؟ صورة عمار. عمار كان بيحب إيه يا كيجوان؟ بيلعب كرة القدم، يبقى هوصل صورة عمار بكرة القدم. برافو عليك. تاني واحدة، دي صورة مين؟ أمنية. أمنية فاكرين قالت أنا عايزة ألعب إيه؟ قالت أنا بحب لعبة السلم والتعبان. نوصل أمنية بالسلم والتعبان. برافو عليك. تالت صورة، صورة اسمه ايه؟ مازن. مازن كان اقترح ان هو بيحب ايه؟ سباق الجري. هوصل مازن بالسباق بسرعة. خلصنا. بعد كده عندي صورة ندى. ندى قالت نلعب ايه؟ استغماية. يلا نوصل ندى بالاستغماية. برافو عليك وشاطرين. السؤال اللي بعده، فكر في حل آخر يرضي الجميع وارسمه. يعني ايه بقى؟ عايز افكر في حل يرضيهم كلهم، يرضيهم كلهم. ممكن بقى انت كجوان تفكر وترسم هنا في الشكل ده اللي انت عايز ترسمه.